سنة بمصر تبع كندا شفت بيت جاء مباشر جديد من مدينة أبطال ويطاقي. تبع كندا شفت بيت تشوفه إحنا الآن بالضبط في أحد أقرب الشوارع مدينة أبطال بيضاء اللي هو شارع مولاي إسماعيل، واللي داير ضجة بمشكل الزيوت اللي تتبقى زيوت المحايدات ديال الشاحنات اللي تتبقى متلاطمة بالشانطي واللي تتسبب في حوادث ديال السير خطيرة. لأن تشوفوا أن في الجانب ديال الجانب الأيمن وكذلك في الوسط تبان لنا الآثار ديال دود الزيوت اللي تتبقى من الكميوات واللي تتسبب في حوادث ديال السير خطيرة، نظرا لأن هذه المنطقة هذه هي منطقة صناعية تتواجد فيها عدة معامل تخدم مع الشاحنات وفيها عدة مستودعات ديال الشاحنات اللي تتنقل السلع. لهذا هاد الطريق هادي تتشكل واحد الخطر كبير بسبب هاد الزيزان، ونظرا بالقرب ديالها من البحر ديك الرطوبة حتى هي تتزيد الطين بلة وتتأثر على الطريق وتتسبب انزلاقات ديال السيارات وفي حوادث السير خطيرة في الوقيتة ديال الفمالة. وخا الإنسان تحاول أنه يوقف الطوموبيل أو الموتور تنزلق به الموتور أو تنزلق به الطوموبيل. إذا في القناة شوف تبعي ردوا بالكم، ردوا بالنا الجميع وخاصة مستعملي هذا الطريق هذه سواء بالليل او بالنهار. انتم تشوفوا ان واحد الخط طويل ديال الزيوت اللي هي تتبان لكم في اليمين، هذه كامله زيت ديال المحايدات ديال الشاحنات. اذا غضوا بالنا جميع و نتمنوا من الناس اللي معنا في هذا المباشر هذا، خاصة الناس اللي تستعملوا على الطريق هذه يوميا تنقلات المقاعد العمل، انهم يدخلوا على خط هذا الموضوع هذا ويناقشوا معنا من خلال التعليقات ويعطيونا شنو هما الاراء ديالهم، شنو هما في نظرهم الحلول اللي خاصها تخاد من طرف السلطات والجهات المختصة باش تحاول تلقى واحد الحل لهذا المشكل هذا. تشوفوا ان هناك واحد الخط طويل على اليمين ديال الزيوت ديال الشاحنات. ولاحظنا متطبيقا شفت ان مؤخرا بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي تطرق الى مشاكل البيضاويين ان هذا الموضوع هذا ذا واحد الضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والكل تدوي على هذا الموضوع لأنه وقعوا عدة حوادث ديال السير خطيرة في هذا المكان، والعديد من الحوادث ديال السير اللي هو حوادث السير خطيرة كانت في قناتكم قناة الشعب شوف تبعي حاضرة ونقلت لكم التفاصيل ديال هاد الحوادث هذه. إذا نتمنوا متتبعي قناة شوف تبعي أن الجهات المختصة تدخل على خط هذا المشكل هذا وتحاول انها تلقى واحد الحل الجذري، سواء ان يكون واحد الحافلات اللي تقوم شاحنات تقوم بتنظيف في واحد توقيت مستمر، او يكون واحد تخصيص واحد الطريق خاصة بهذه الشاحنات او تكون مراقبة الشاحنات. المهم ان خاص يكون واحد الحل. تشوفوا ان هذا الخط ديال الزيت مازال على الجانب الايمن كذلك في الوسط ديال الطريق. هذا شارع مولاي اسماعيل مدينة الدارويل.
دائما فنصيحة خاص أن الناس هنا يجوز واحد الساعة مفيطة، وأنهم إلا حس بالخطر بغا يفاني يعطي الأول يدي فان الموطور تسميه ناس تصوبه فان الموطور عاد يفان باش تتقال العابة باش تتقال السيارة عاد يقدر يوراك على الفان. الآثار ديال بعض حوادث السير في هذا الشارع هذا، وكذلك الآثار ديال الزيوت المتعاقبة في هذا البلد. إذا تتبع قناة شفت فيديو معنى الشعب الإسماعيلي المشكل اللي فيه الذي تسبب في حوادث السير والقيمة، وأخذ بقايا الزيوت زائد بقايا الزيوت ديال الشاحنات، نظرا أن المنطقة هي منطقة صناعية وفيها عدة معامل ومصانع تخدم هذه الشاحنات لنقل الوظائف ديالهم، زائد ذلك أن في عدة مستودعات ديال الشاحنات لنقل السلع، ونظرا لعطف المنطقة هذه من الشرايط الساحلي لمنطقة عين السبع، ديك الرطوبة حتى هي كنقولو تزيد الطين بلة وتزيد تأثر على السياح. إذا نتمنى من تتبع قناة شوف تيفي أن الجهات المختصة والسلطات المختصة أنها تدخل لحد هذا المشكل هذا، لأنه الذي يشكل واحد الضجة كبيرة، الذي يشكل مشكل كبير البيضاويين، لأن حتى بعض الصفحات لمواقع التواصل الاجتماعي تتطرق إلى شؤون البيضاويين بدأت تتناقش هذا الموضوع هذا. لأن هادشي هذا ولا خطير، ولينا كنشوفو العديد ديال الحوادث ديال السير يوميا في هاد الشارع هذا. إذا متتبع قناة شوف تيفي إلى ونعرفو وصلنا لنهاية المباشر، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.